خلينا نخرج تليفون تاني، بس عايز تقول انت بره يعني مساء الخير مين معانا يعني اشتغل معانا شويه قول مساء الخير. ايوه الو ايه فيش تليفون ولا ايه؟ ايوه معاك اهو معايا اهو. مين ده؟ سمحة عارف صوته؟ تقول تاني. طب اتكلم كده مساء الخير. مساء الخير يا ميحة. اهلا كابتن احمد سالم ده؟ لا ده محمد عبد الوارث. ازعل مني نو اخوه. زي احمد سالم بالظبط. زي احمد سالم. عامة بصوا مساء الخير يا كابتن عبد الوارث. مساء الخير يا كوتش. يعني منورنا وشرفنا كابتن محمد عبد الوارث. هو طبعا كابتن النادي الاهلي ودلوقتي هو مدرب فريق النادي الاهلي للدرجه الاولى ما شاء الله عليه، ربنا يوفقهم باذن الله. مش هنتكلم على دلوقتي، لكن هنتكلم على علاقتك بسامح عبد الوارث واللي اثرت عليك بشكل كبير داخل ملعب كره اليد. تقول ايه؟ والله هو اثر فيا حاجات كتير قوي يعني هو تقريبا هو ابويا واخويا وصاحبي كل حاجه. يعني انت كابتن عوض طبعا انت حضرته، كنت انا لسه صغير، كنت باجي اتفرج على الماتشات معاكم. دي حقيقه. فبصراحه لا انا يعني هو كان ماسكني يعني متبنيني في كل حاجه تقريبا في كل حاجه معاه. دي حقيقه. فده طبعا اثرت معايا كتير جدا. ده اللي خلاني ان انا اخش المجال ده واحبه كويس قوي، ان انا على طول يعني تقريبا مش ابنه يعني اكتر من ابنه كمان. الموضوع كان ما بيني وما بين سامح الموضوع مختلف جدا يعني ما في يعني مش اخوات يعني ما تسالش علينا اخوات. هو حاجة كده ما بتتوصلش بحاجة أكتر من الإخوات بكتير. طب كابتن كابتن عبد الوارث بس أوقفك نقطة، هنسمع حاجة أنت قلتها على سامح عبد الوارث من فترة ونرجع نكلم تاني، ممكن؟ نسمعها مع بعض. اتفضل. أكيد وأنت موجود معانا لازم نطمن على نجمنا الكبير كابتن سامح عبد الوارث. فين كابتن سامح؟ كابتن سامح موجود في باريس بس هو يعني خلاص يعني مش حابب الموضوع يعني. مش حابب الرياضة. لا هو خلاص يعني هو كان بيقولها لي مثل كده كان طول عمره بيقوله لي. انا مش هفضل اجري طول ورا الكورة طول حياتي. لازم اعيش حياتي شوية. لا احنا عايزين نطمن عليه فعلا، اكيد كل جماهير النادي الاهلي بتسأل عليه. واكيد هو يعني نجم كبير. كابتن سامح عبد الوارث ده من اعظم اللاعبين اللي جم النادي الاهلي، ودي حقيقة مع احترامي لكل الاجيال وكل اللاعبين. كلنا كنا اجيال كويسة جدا، لكن سامح عبد الوارث حد مختلف في الحياه، في الستايل وفي الشوت وفي كل حاجه. كان على رايي كان المدير الاداري بتاعنا المستشار اكثر بغدادي قال كلمه مهمه جدا، بينقلنا على الحرير. فعلا كان بينقلنا على الحرير، دي حقيقه. لكن اكيد لازم نعرف اخباره ولازم نطمن عليه. يعني في تواصلات بينك وبينه اكيد؟ طبعا في تواصلات بيني وبينه على طول بنتكلم. هو احتمال كبير الصيف ده ينزل اجازه. لازم تقول لنا عشان لازم. لا ده اكيد ده لازم أكيد. نكون موجود معاه. لا اكيد طبعا. وانا ان شاء الله اول واحد هظهره جوه النادي الاهلي. طيب ارتباط اسمك مع اسم سامح عبد الوارث عامل لي مشكله كبيره. عامل لك مشكله كبيره جدا. ليه؟ قول لي بصراحه. في مقارنه بتحصل بينك عبد الوارث انت بينك وبينه للاسف. ان في مدربين كتيره وفي ناس كتيره بتقارني بسامح. يعني مثلا اتظلمت في المقارنه دي بصراحه. بصراحه اوقات لا بكلمك في اللعب، في مقارنه داخل اللعب اوقات كتيرة اتظلمت فيها. طبعا. هي الفكرة كلها ان هو سامح حاجة مختلفة خالص مختلفة جدا جدا يعني هو عنده امكانيات. طبعا انا مش هقول دافع قدامي. عنده امكانيات مش موجودة عند حد. بيعمل حاجات تقريبا مفيش بني ادم بيعملها. دي حقيقة. كابتن عبد الوارث معانا؟ عامل لك مشاكل في كل حته. يعني يعني فعلا واجه المقارنه فعلا كان في مشاكل كتيره جدا بتحصل معاك. انا زي ما قلت لك المره اللي فاتت. لا هي مشاكل كبيره وكانت مشاكل كانت بتضايقني فعلا. مش عارف كنت انا يعني اخلي المقارنات دي ازاي تتشال، بس يعني الواحد كان بيحاول قد ما يقدر، بس الناس ما كانتش قادره تستوعب ان اتنين اخوات لازم يكونوا في اختلاف. ما كانش حد مستوعب معاك. سامح ربنا كرمه بموهبه مش موجوده فعلا عند حد. اسالك سؤال. حاولت ان انا اخدها يعني حاولت ان انا اخد المهارات دي منه. بس طبعا لا ده هو مولود بيها. دي حاجه ربنا وهبها له كده، يعني استحاله تبقى عند حد. وهو فعلا قدر يشتغل عليها ويطورها. والله وانا حاولت كتير ان انا تبقى زيه. يعني حتى كمان الشوطه اللي من تحت دي هو قاعد معاك، هو قاعد معايا فتره بتاع شهر كامل بيعلمها لي وبيعلمها لي بوضعيات مختلفه. بس ما فيش فايده، هي مش فايده دي، هي خلاص هي موجوده، هي معموله على سامح عبد الوارث بس. دي حقيقه.
قول لي بصراحه شديده، ممكن نشوف سامح عبد الوارث داخل ملاعب كره اليد في مصر او في العالم ولا لا؟ انا من وجهه نظري ومن سامح، لا، ما هو مش حابب ان هو يخش. انا متوقع من حاجه زي دي. مش عارف، سامح دماغه هو بيحب يعيش حر، عامل زي العصفور كده، بيروح هنا ويروح هنا ويروح هنا بمزاجه. ما بيحبش يبقى مربوط بحاجه، وطول عمره كان كده، وهو بيلعب كان كده. دي حقيقه، ده هو لعيب كان كده. فهو يعني انا ما اعتقدش ان هو يقدر يعني، او مش عايز يخش المجال. عشان المجال متعب بصراحه جدا. يبقى خلينا كده يا عبد الوارث، كفايه قوي كده، بلاش المجال المتعب، خلينا كده كويسين ونتكلم في التليفون. شكرا يا كابتن عبد الوارث.